لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كرة بعيدة تماما وصعبة وخطيرة، هنا محاولة المرور عن طريق جول. هدف أول من علي عباس، الثالث له في دوري أبطال آسيا، بروعة من هنالك. يباغت الحارس وليد عبد الله في أول كرة وأول فرصة لنادي الزولة في هذا الشوط الأول، يهز الشباك من هنالك علي عباس، جول أمام دفاع يتفرج على كرة مرتدة حطت بين أرجل على عباس الذي يهز الشباك ويسعد هؤلاء الآلاف من عشاق الزوراء. والكرة العراقية أمام منافس صعب وقوي. نعم، النصر كان قريب من